الآن هؤلاء اليمنيين محتجين على وقوف الحرب من مما يحصل لهم من اضطهاد وحروب ومجاعة، وكذلك تحسين الأوضاع، تحسين وضع اللاجئ في جمهورية كوريا لما يعانيها اليمني من جميع المتاعب والصعاب في جمهورية كوريا. فنرجو منهم تحسين أوضاعنا، وأتمنى أن يكون هناك يعني أقل القليل أن يكون هناك اللجوء الإنساني ذلك الذي نتمناه. وكما تشاهدون هؤلاء هم اليمنيون، وأعتقد أنهم قلة قليلة، ليسوا بالمجموعة الكثيرة، هم ما يقارب 280 فقط لا غير. وأعتقد أن الحكومة الكورية قادرة على أن توفر لهم الحقوق، وهذا كل شيء، وشكراً.